إذن متتبعات متتبعي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا بكم في البث المباشر هنا من مدينة الناظور في البادرة الطيبة والجميلة طبعا من طرف هذه الجمعية، جمعية البنات. يعني مازال الخير في المغاربة، مازال كاين الخير يعني في بادرة طيبة من طرف هاد الشباب ديال هاد الجمعية هادي، جمعية البنات فرع الناظور. يعني الخارجين في هاد العملية ديال الدفء يفرقوا الملابس طبعا للمتشردين اللي كينعسوا في الشارع، اللي الله يحسن عوانهم في هاد البرد، في هاد القساوة البرد الشديد. كل واحد ظروفه وكل واحد مشاكله طبعا، لان كما كتابعوا معنا الان رغيس. اذا كما كتابعوا معنا الان بديرة طيبة، مازال الخير. يعني كما كتابعوا معنا الان البادرة ديال الناس ديال الشباب، جمعية البنات هنا في مدينة الناظور. يعني غادي يفرقوا الملابس على الناس اللي كينعسوا في الشارع، المتشردين اللي الله يحسن عوانهم. كل واحد ظروفه، كل واحد مشاكله. يعني البرد 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 ديال بصح اخوتي. يعني كنبغيو نشكروا هاد الشباب ديال جمعية البنات هنا في مدينة الناظور. طبعا اخت سامية اكرش، الفاعلة الجمعوية في مدينة العروي عن جمعية حماية المستهلك. نعم، بادرة طيبة اختي سامية صراحة ديال هاد الشباب، هذا الشباب ولاد الناظور طبعا، شباب ديال جمعية البنات اللي خارجين في هاد الوقيتة هادي في هاد البرد الشديد. يعني كتفقدوا الاخوان ديالهم وهاد الناس المساكن اللي راهما كينعسوا في الشارع. يعني الله يحسن عوانهم، راه واحد البرد اختي سامية اللي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انهم راهما كاين بعض الشباب راهما لهيه كيعيطوا لهم باش يجيو ياخذوا الملابس. شو اسمه لطفي عن جمعية البنات. طبعا عن جمعية البنات. خويا لطفي كيفاش يعني جات هذه البادرة هذه؟ يعني راه البرد اخويا لطفي. الله وبركاته. نعم الحمد لله، جمعية البنات كنا واحد المبادرة، حملة دفء للشباب والاطفال للمحتاجين والاطفال كذلك ديال الشوارع والشباب. الحمد لله من البارح حتى اليوم فرقنا شي 80 أسرة. شحال اخي لطفي؟ البارح هادشي حتى اليوم، يعني هاد يومين ان شاء الله، كاين حتى غدا اليوم الثالث. مازال مستمرين، وكنشكروا ان شاء الله الجميع المحسنين، وكنتمنى هاد المثيرة تجيب المحسنين اكثر، وان شاء الله نفرقوا ما اكثر ان شاء الله. وكنشكرك السي شوف تي في السي تعلم ديالنا. شكرا اخ لطفي. دابا لطفي يعني البارح فرقتوا على المنازل ولا فين؟ ولا في الشارع؟ نعم فرقنا الاسر المحتاجه بصح المنازل الناس اللي محتاجين. نعم. واليوم خصوا الناس ديال الشارع اللي كينعسوا في الشارع. نعم بالامس بشحال؟ بالامس يعني شحال من اسره؟ تبارك الله من البارح حتى اليوم تقريبا 80. 80 وحنا غاديين حاليا تبارك الله في المسيره، وان شاء الله حتى اليوم غدا تقريبا غادي نوصلوا يعني المزيد ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا للاخ لطفي على هذه البادره الطيبه. حتى المبادره ديالنا جيتي مباشر لهذا، التحيه لك بزاف. شكرا للاخ لطفي عن جمعيه البنات هنا في مدينه الناظور. اذا كما كتشوفوا غير اربعه بهم، اربعه ديال الشباب في هذه الجمعيه هذه، جمعوا الحويجات على المحسنين
وجاو عند طبعا كيدوروا في الشوارع والاحياء وازقه المدينه، لقاو شي واحد مثلا كينعس في الزنقه ولا راه كيعطيوه ما يلبس فد طبعا فد البرد الشديد. للاسف للاسف الله يحسن عوان هاد الشباب مساكن اللي كينعسوا في الشارع، الله يحسن عوانهم. وكنتمناو من المسؤولين يعني لقاو لهم شي حل، لانه ماشي حل هاد الشيء. هذا الواحد في عمره 17 عام 18 عام ولا 19 عام خارج للشارع، ما عرفناش شنو هي مشاكله، شنو هما ظروفه. طبعا حنا ما غنهزوش الوجوه ديالكم احتراما ليهم، احتراما لكم ما غاديش نهزو. طبعا احتراما لهاد الشباب هادو، لانه كان فيهم الاطفال القاصرين كان اللي في عمره 15 عام في عمره 16 عام، لانه ما يمكنش نصوروهم لانه القانون باين، قانون الصحافة، لأنه لا يمكن تصور واحد في عمره 15 عام أو لطيف القصير في عمره 12 عام. كل شيء غتاخذو، كل شيء غتاخذو، كل شيء واحد واحد. تبارك الله عليك السلطفي، والله العظيم اللي تبارك الله عليك. صراحة هذه البديرة طيبة، واحد يعني أزيد من 18 واحد اللي كاين دابا، ما يمكن ليناش نبينو وجههم، لأنهم الأغلبية ديال هاد الأطفال يعني قاصرين. راه اللي كبير هنايا راه في عمره 16 عام، يعني كل شيء للأسف للأسف الشديد. ما عرفناش يحوز في النفس، والله العظيم اخوتي ما كتشوف الأطفال مساكن الصغار، ما عرفت شنو هي الظروف اللي خلاتهم يجيو. طبعا يخرجوا من ديورهم يسمحوا في عائلتهم يجيو لهنايا وينعسوا في الشارع في القساوة ديال البرد الشديد. إذا متتبعات متتبعي قناة شوف تي في، وصلنا لنهاية البث المباشر هنا من مدينة الناظور. إلى اللقاء في لقاء مباشر آخر.